السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في نفس الميعاد الأسبوعي بيتجدد كل يوم اثنين مساء في إحدى حلقات برنامجكم فرحة عمرنا. معاكم الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، في إحدى حلقات برنامجكم فرحة عمرنا، البرنامج الذي يتناول مشكلة تأخر الإنجاب من حيث الجديد في التشخيص والجديد في أساليب العلاج. في انتظار استفساراتكم وانتظار اتصالاتكم لتقديم المشورة لحضراتكم من أجل تحقيق الهدف والغاية، وهو ده قمة منايا وقمة منايا كلنا يا رب بإذن الله كلنا نشوف فرحة عمرنا. قبل ما ترد إلينا اتصالاتكم الكريمة في رسائل ما لحقناش ترد عليها من الحلقات الماضية، ننتهز الفرصة ونرد عليها. بتقول: عملت حقن مجهري مرة وفشلت، إيه الاحتياطات التي يجب أن أعملها قبل ما أكرر المحاولة؟ حلو قوي السؤال ده. عملت حقن مجهري مرة وفشلت، عادي، وإيه يعني؟ الحقن المجهري في أحسن الظروف نسبة النجاح في أحسن الظروف وفي أحسن الحالات وفي أحسن المراكز نسبة النجاح بتصل إلى 60 أو حتى 70% في بعض الحالات، ولكن ليس 100%، وإلا إرادة الله راحت فين؟ وعشان كده وارد ان يحصل حقن مجهري وينجح من اول مره، ووارد ان ينجح من تاني مره، ووارد ان ينجح من تالت مره، لان كل محاوله معرضه للنجاح والفشل. النقطه او السؤال هو نسبه النجاح قد ايه؟ طيب، هي دلوقتي بتقول عملت حقن مجهري اول مره وفشلت، ايه الاحتياطات اللي هي المفروض تاخدها عشان خاطر موضوع الفشل ده ما يتكررش مره تانية؟ من ضمن الاحتياطات نمرة واحد، التحاليل الهرمونية اللي احنا بنقول عليها انها شيء مهم جدا 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 لازم نعملها، ومفيش حاجة اسمها نعمل حقن مجهري من غير ما نكون عاملين تحاليل هرمونية بتتعمل تاني او تالت او رابع يوم ذات نزول الدورة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين هنقوله بعد ما ناخد اول اتصال النهاردة معانا مدام غادة. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام مدام غادة. ازيك يا دكتور؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. يا دكتور، انا عملت اجراء حقن مجهري مرتين، اول مرة طلعت 15 جويسة بس الحجم وصل 12 وما مرضيش يكبر تاني. معلش، 15 مرة؟ اول مرة 15 بويضة وايه؟ وصل حجمهم ال 12، 11 و12 حجم الجويسة. تمام، ما كبروش اكتر من 12. لا، ما كبروش يا فندم اكتر من 12. تمام. ودكتور اعطاني علاج تاني لمدة اسبوع وقال لي برضك البويضات مش مستجيبة للتنشيط. تمام. وبعد كده راح ايه وقف العلاج، عمل لي تحليل قال لي للمبيض، قال لي في شويه خلل في الهرمونات. بس المهم ايه، رحت ايه تبعت مع دكتور تاني نفس الحكايه، اخذت كميه علاج وبردت البيضات، طلعت 5 بيضات وطلعوا كلهم فاضيين. تمام. تم سحبهم، خد فتره طويله في العلاج حوالي اكثر من 20 يوم، وتم سحب 5 بيضات، قال لي 3 فاضيين واثنين كان فيهم الحوصلات دي بس ما حصلش تخصيب للحيوان المنوي. الحيصل مش عارفه، عملت تحليل الهرمونات وعملت تحليل الغده وكل حاجه ثانيه، دوره ثاني يوم الدوره دي وقالوا لي تحليلك كويسه بس مش عارفين ايه هو، المبيض مش مستجيب. تمام. انت عندك كم سنه يا مدام غاده؟ عندي بالظبط 30 سنه. عملت تحليل اسمه مخزون المبيض؟ لا، ما حدش طلبه مني يا دكتور. ما حدش طلبه منك. حاضر، هرد عليك يا مدام غاده. ماشي يا دكتور. لسه سبحان الله بنتكلم في نفس النقطة ديت، ان الزوجة بتاخد علاج الحقن المجهري لكن ما بيحصلش استجابة للعلاج. ليه؟ لانها ما عملتش تحليل هرمونات. طب هي عملت تحليل هرمونات وطلعت طبيعي، سألتها كده في النص سؤال مهم جدا، طب انت عملت يا مدام غادة تحليل مخزون المبيض؟ ده مهم جدا، وده المفروض كنا نعمله حتى بعد اول محاولة. بعد اول محاولة بتقول انها خدت منشطات والبيضات ما كبرتش، اكبر بيضة فيها وصلت 12، واحنا اقل رقم بنقول البويضه كويسه 17 18، ساعتها نقول البويضه كويسه. طب هي ما استجابتش ليه؟ هل يا ترى ضعف في مخزون المبيض؟ هل يا ترى في ضعف في نوعيه البويضه؟ تحليل مخزون المبيض مهم جدا ان هو يتعمل. حتى لو طلع طبيعي يا مدام غاده، فان في هناك من العلاجات التحضيريه، مش المنشطات، لا ده قبل حتى ما نبتدي الحقن المجهري، في هناك من العلاجات التحضيريه اللي بتؤدي الى تحسن نوعيه البويضه وبتزود من استجابه البويضه للمنشطات. يعني بندي العلاجات ديت، العلاجات دي اقراص كبسولات بتستفيد منها جدا الزوجه قبل ما بتجري الحقن المجهري للحاله بتاعه حضرتك، بس انواع مختلفه وكل نوع بيتحدد على حسب الحاله. معانا اتصال مدام ساميه. مدام سميره. ايوه دكتور. انا مدام سميره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا من مرسى مطروح. يا اهلا بيك واهلا باهل مرسى مطروح كلهم. يا دكتور، انا متجوزه بقالي 6 سنين.
بقالك 6 سنين؟ ايوه بقالي 6 سنين وما حصلش حمل خالص. وعندك كم سنه يا سميره؟ انا عندي 23 سنه. تمام تمام يا سميره اتفضلي. انا اول ما قالوا لي اول ما كشفت قالوا لي في ضعف عند جوزي. تمام. لكن مع العيادات وكده بقى كويس. تمام. وانا رحت كشفت بيقولوا لي في زياده في الهرمون. واخدت علاجات عليهم كتير. وفي تكيس في المبيض. واخر مره اخر ما اكتشفت اخر مره خالص. قالوا لي تمام كل التحاليل تمام. تمام. الا انا عندي تكيس على المبيض وباخد سرلوبوفاج دلوقتي. تمام. ودلوقتي مستمره فيه وما فيش يعني اي نتيجه. تمام. عملت اشعه بالصبغه مدام سميره؟ عملت اشعه بالصبغه. طالعه كويسه؟ طالعه ما فيهاش ولا حاجه. عملتيها امتى؟ عملتها بقالي دلوقتي سنة. طيب التحليل الزوج اخر مرة كان من امتى اتعمل؟ نعم؟ تحليل الزوج، تحليل السرمنة وللزوج كان اخر مرة امتى اتعمل؟ اخر مرة بقالي 6 شهور. بقاله 6 شهور. عامله في معمل عادي ولا في معمل متخصص، مركز خصوبة متخصص؟ لا هو ما عرفش معمل خصوبة ولا حاجة، معمل عادي. نعمل عادي. حاضر هرد عليك يا مدام سمير. بصوا يا جماعه قبل ما نرد على مدام امه الله نقول بسرعه كده القاعده ديت، طالما كان في مشكله عند الزوج وطالما كان بياخد علاج وعاوزين نشوف نتيجه العلاج ده يبقى لازم نعمل تحليل سائل منوي في المكان الصح. تحليل سائل منوي يتعمل فين؟ في احد مراكز الخصوبه، في المراكز المتخصصه في التلقيح الصناعي واطفال انابيب والحان المجهري، لان هذه المراكز ليها طريقه لتقييم السائل المنوي مختلفه ومستحدثه ودقيقه اكتر من اي معامل اخرى مهما كانت قوه هذه المعامل. وعشان كده زوج مدام سميره لازم يعمل تحليل السائل المنوي في احد مراكز الخصوبه، وبناء عليه نقدر نحدد هل هنتجه في اتجاه المنظار ولا نتجه في اتجاه وسائل الاخصاب المساعد، لان من الاخر كده لو كان تحليل زوجك سليم فمن الاوجب ان احنا بنعدي على خطوه اسمها المنظار، هتستفيدي منها ان شاء الله. المنظار التشخيصي والعلاجي في نفس الوقت، بحيث ان احنا نشخص اسباب ما بتتشخصي بالسونار العادي ولا بالكشف العادي ولا حتى بالسونار رباعي الابعاد. ولو كانت موجوده احد هذه الاسباب فاحنا بنعالجها بالمنظار، ده لو كان تحليل الزوج ماله سليم. اما لو كان تحليل الزوج فيه ضعف سواء كان في العدد او في الحركه او في التشوهات، فبناء على مقدار هذا الضعف يا اما هيعمل ما يسمى بالتلقيح الصناعي يا اما هيعمل ما يسمى باطفال انابيب والحان المجهري. واعتقد ان احنا وضحنا كتير جدا الفرق ما بين الحاجات ديت. معانا اتصال مدام امه الله. مدام امه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور انا اختي عندها كيس على المبيض الشمال، فمش وهي لسه ما خلفتش لحد دلوقتي. هي عندها كام سنه؟ عندها 26. 29 سنه؟ 6. 26 سنه. متجوزه من امتى؟ بقالها سنه ونص. 8 شهور؟ سنه ونص. سنه ونص. تمام. طيب هو طبيعه الكيس ده حاج اولا طبيعته ميه ولا دم ولا صديد ولا ايه؟ وحجمه قد ايه؟ دموي. حجمه قد ايه؟ 4 × 4.5. 4 × 4.5. خدت له علاج يا مدام امة الله؟ خدت علاج كتير. خدت علاج عباره عن ايه؟ عباره عن ايه ده؟ ما تعالي صوتك شويه مش سامع والله. مضاد حيوي ينشف الحاجه بس. لا المضاد الحيوي ما بينشفش كيس الدم خالص، المضاد الحيوي ده عشان التهابات. ما بينشفش كيس الدم خالص. خدت علاج تاني غير المضاد الحيوي؟ خدت علاج تاني غير المضاد الحيوي؟ لا. طيب هرد عليك حاضر مدام امة الله. يا جماعة قلنا قبل كده عشان نقيم حالة كيس المبيض ونشوف العلاج بتاعه هيمشي في أي طريق، فده بناء على حجم الكيس وبناء على هل في مبيض واحد ولا اتنين وبناء على شكله تحت السونار ايه وبناء على اقدر احدد وظيفة المبيض او مخزون المبيض عامل ايه. لكن في كل الأحوال لما نيجي نتكلم عن كيس دموي فالتعامل مع الكيس الدموي لابد من أخذ علاج دوائي، قد يكون حبوب من الحمل قد يكون وقد يكون علاجات أخرى، عشان نقدر نقيم بعد كده حجم الكيس بعد هذا العلاج اللي قد يصل إلى مدة 3 شهور. فبناخد العلاج لمدة 3 شهور، قد يكون زي ما قلنا حبوب من الحمل وقد يكون علاجات أخرى. بنقيم حجم الكيس، لو الحجم ما زال كما هو أو لو الحجم زاد فلابد من التدخل وليس بالجراحة.
لا نفضل ابدا للجراحه في التعامل مع اكياس المبيض، وخصوصا للمتاخرات في الانجاب، لان احنا قلنا قبل كده فتح البطن، جراحه البطن بتؤدي الى حدوث التصاقات، لكن احنا بنفضل ايه؟ منظار البطن. اسمه منظار بطن جراحي عشان احنا بنشيل الكيس، لكنه ليس فيما يؤثر على التجويف الداخلي للبطن. منظار الرحم او منظار البطن لا يؤدي ابدا الى حدوث التصاقات، وناس كتير جدا للاسف عندهم هذا المفهوم الخاطئ، وللاسف دكاتره كتير بيقولوا للمرضى، بيقولوا لهم انت ما ينفعش نعمل لك منظار عشان المنظار بيعمل التصاقات. لا ابدا، هو بيقول كده عشان هو اصلا ما بيعرفش يعمل مناظير، هو ما يعرفش غير الحاجه اللي بتتعمل بقالها 50 و100 سنه فتح البطن، لكن دلوقتي مش دلوقتي، ده احنا بنتكلم بقالنا 30 40 سنه، يعني ايام ما كنا قبل ما كنا طلبه في الكليه حتى، بنقول ان منظار البطن هو الوسيله المثلى للتعامل مع اكياس الدمويه، وخصوصا في المتاخرات في الانجاب. عن طريق هذا المنظار بنشخص الكيس، وكمان بنستأصله في اقل وقت ممكن ودون تاثير على التجويف الداخلي للبطن. فعشان كده تستفيدي او اخت حضرتك هتستفيد من اجراء منظار البطن يا مدام امة الله. معانا مدام داليا. مدام داليا معانا. ايوه يا دكتور، معلش طولنا عليك، اتفضلي استر كل. لا يسلمك يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ انا كان نفسي اكلمك من زمان والله يا دكتور. لا تحت امرك، امور يا مدام داليا. انا متجوزه بقالي 3 سنين. تمام. دلوقتي ما حصلش حمل خالص. وعندك كام سنه استر كل؟ عندي 27 سنه. تمام. رحت عملت التحاليل وعملت اشعه في الصبغه، الاشعه في الصبغه ما فيهاش اي حاجه. تمام. عملتي امتى الاشعه في الصبغه؟ تحليل الاف اس اتش. ايوه. 1.6.8 تمام. والال اتش ايوه 14.72 ايوه. واللي هو البي ال او دوت ايوه 23.9 تمام. والال اس تي ال ده 35.8. لا اخر واحد قوليه تاني اسمه ايه؟ اللي هو اي اس تي ال ده. تمام. 35.8 تمام. وفي البي اي او جي دوت 4.4 تمام. وعملت تحليلين اللي هو التحليل بعد الجماع ما طلعش فيه اي حاجه، ما اعطانيش اي علاج فيه. تمام. وعملت عمليه تلقيح صناعي وبرضه ما نفعتش. تمام. والتحليل بتاع جوزي ايوه العدد الاولاني 62,500,000 تمام. والعدد الثاني 2,087,500,000 مش عارفه بقى حضرتك ايه رايك في الكلام ده. طيب ماشي يا مدام دالي، هرد على حضرتك. حاضر. قبل ما نرد على مدام منى بسرعه كده الاتصال، مدام داليا تحليل بتاعك يا مدام داليا في خلل هرموني، ولو اني انا عاوز اعيده تاني وفي معمل كويس، لان بتقولي الاف اس اتش 1 والال اتش 14، يعني قلما ان احنا نلاقي خلل بهذه الطريقه وبهذا الوضع، فعشان كده رجاء ان انت تعمليه تاني. لكن لو طلعت النتيجه زي ما هي، طبعا في خلل هرموني واضح، في ارتفاع في نسبه هرمون الال اتش اللي هي غالبا ما بتحدث معها حالات تكيس المبايض حتى لو كانت الدوره منتظمه، لان تكيس المبايض مش لازم تكون الدوره بتتاخر، ممكن تبقى على صوره خلل في هرمونات مع صوره احنا بنشوفها بالسونار، وعشان كده يبقى ساعتها لازم نمشي في علاج تكيس المبايض، لان اساسنا غير سليم طالما التكيسات موجوده. لما نقول التكيسات دي بتؤدي الى ضعف نوعيه البيضه، وبالتالي بتؤدي الى تاخر الانجاب، وقد تؤدي الى حدوث اجهاض لو حصل حمل. فعشان كده بعد الاطمئنان على تحليل الزوج وادائه في عمل هذا التحليل في معمل او في مركز خصوبه متخصص، مفروض ان احنا بنعيد التحليل بتاعت حضرتك الهرمونات دي في مكان برضو كويس تاني، ونشوف التحليل اخبارها ايه. لو طلعت نفس النتيجة يبقى انت عندك حالة تكيس في المبايض، يبقى لازم نصلح الهرمونات دي ولازم تاخدي علاج للتكيسات مظبوط، وساعتها بإذن الله يحصل حمل. اما لو كان تحليل زوجك سليم وكمان هرموناتك سليمة، وده شيء اتوقعه لما تقولي للبيض اللي بتقولي الدورة عندك منتظمة، فساعتها لابد من الاتجاه الى اداء المنظار، لان انت عملتي اشعة بالصبغة من فترة وكانت كويسة. بتقولي في وسط الكلام كده انت عملتي اختبار ما بعد الجماع، اختبار ما بعد الجماع ما بيناش نلجأ له دلوقتي خالص. ليه؟ لان زي ما بنقول لما اجي اعمل التحليل في مركز خصوبة يبقى انا بستغني عن تحليل اختبار ما بعد الجماع. اختبار ما بعد الجماع ده خلاص ما بقناش نعمله، ما بقناش نلجأ ليه تماما. طيب معانا اتصال. مدام منى. ايوه دكتور، ازي
حضرتك. اهلا بيك يا دمونه. بقول لحضرتك يا دكتور دلوقتي انا الدوره عليا متاخره. تمام. بتتاخر عليا بتجيلي كل شهرين او شهرين ونص. تمام. فعملت تحليل هرمونات فلقيت الهرمونات عندي 6.5 الاف سي اتش الاف اس اتش والال اتش 6.5. الاف اس اتش كام؟ 6.5. 6.5 والال اتش 6.5 برضه. تمام. وهرمون اللبن 10. هرمون اللبن 10. خدت سيدوفاج يا دكتور ومخزون المبيض اللي هو اي ام اتش 7. 7؟ اه 7 ولا 7 من 10؟ لا 7 7 و1 من 10. جميل. تمام. فاخدت سيدوفاج يا دكتور. ايوه. وبطلت لمده مثلا شهر تقريبا ورجعت اعمل التحاليل تاني الهرمونات لقيت الاف اس اتش بقت 4.7. ايوه. والال اتش 11.5. تمام. وهرمون اللبن بقى 29.5. تمام. فرجعت اخد السيدوفاج تاني اللي هو 850 باخده مرتين. وبرضه الدوره متاخره عليا يا دكتور. طيب سؤال، هم لما شافوا التحاليل دي ما قالولكيش يا مدام منى ان عندي خلل في هرمونات؟ لا قالوا لي. وادوكي ايه عشان يظبطوا الخلل ده؟ سيدوفاج بس؟ اه. تمام حاضر. هل يا دكتور بقى يعني سيدوفاج دوت هاخده مده قد ايه عشان يحسن الهرمونات بتاعتي ويظبط الدوره؟ حاضر هرد عليك يا مدام منى. دلوقتي الدواء اللي بتاخديه يا مدام منى حلو جدا سيدوفاج، لكنه وحده غير قادر على علاج حاله التكيس اللي عند حضرتك. دلوقتي احنا لما بنيجي نشرح للطلبه كده ازاي بنعالج حاله تكيس المبايض بنقول ان حاله تكيس المبايض دي عباره عن دايره مفرغه، خلل يؤدي الى خلل، خلل تاني يؤدي الى خلل ثالث، يؤدي الى خلل رابع وهكذا، ويبقى ماشيين في دايره مفرغه. طيب من ضمن هذه الخلالات اللي موجوده ان هرمون ال ال اتش عالي، وطالما هرمون ال ال اتش عالي اعلى من اف اس اتش يبقى هتفضل التكيسات موجوده حتى لو قعدتي تاخدي سيدوفاج او الاموفاج او الجلوفاج 70 سنه مش 7 شهور بس. فعشان كده احنا لازم نظبط الهرمونات دي. مستغرب جدا من الدكاتره تبعوكي وشافوا التحاليل دي بعينيهم وقالوا لك التحاليل كويسه وخدي سيدوفاج وبس، لا ده لازم الهرمونات دي تتظبط عشان التكيسات تتعالج عشان يحصل حمل ان شاء الله. وقد نلجأ الى اخذ كورس علاجي عبارة عن حبوب منع الحمل، تخيلوا حبوب منع الحمل، ايوه عشان خاطر نظبط هرمونات. يبقى المدام جاية عشان تحمل نقوم نديها حبوب منع الحمل، ايوه عشان نظبط الهرمونات عشان حالة التكيسات تستقر. كان اولى بيهم يا مدام منى ان يعالجوكي صح عشان كان ربنا يكرمك باذن الله. معانا حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا مدام حنان. مدام حنان متابعه عند حضرتك. اهلا بيك استاذ الكل. ده تحت امرك. انا كنت عامله عند حضرتك حضرتك مش فاكرني صح؟ لا مش مشكله قولي بس وانا هفتكرك. كنت عامله عند حضرتك حقن مجهري يوم 17. تمام. انا مرات وائل. اهلا اهلا، ازيك يا حنان؟ ازيك يا دكتور؟ ايوه كده قولي لي مرات وائل افتكرك على طول. كنت اقول لحضرتك نبيل عبيد بقى بس كده. يا جماعه بس عشان الناس تبقى عارفه حنان بقول لها نبيل عبيد عشان شبه نبيل عبيد. الله يخليك يا دكتور. ازيك يا حنان؟ والله يا دكتور الحمد لله كويس. اخبار العيال ايه يا حنان؟ والله يا دكتور انا حابه بس اشكرك الاول على الهواء دلوقتي. ربنا يخليك. طيب اتصالات كده قطعت الاتصال عند نبيل عبيد يا جماعه حرام. يا ريت تعاودي الاتصال تاني يا حنان. طيب المهم الرساله اللي كانت بتقول عملت حقن مجهري مره وفشلت، فكان المفروض في احتياطات، والاحتياطات دي المفروض ان احنا ناخدها. الاحتياطات ديت عباره عن ايه؟ احنا قلنا نمره واحد التحاليل الهرمونيه. طب نمره اتنين التحاليل اللي ليها علاقه بالمناعه او التحاليل اللي ليها علاقه بالاجسام المضاده. بمعنى احنا دلوقتي لما نيجي نعمل حقن مجهري احنا المفروض هنزرع الاجنه في الرحم. طيب احنا لما نزرع الاجنه في الرحم هل يا ترى الجهاز المناعي بتاع الجسم هيستقبل الاجنه دي كانها جزء من الجسم ولا هيتعامل معاها كانها حاجه غريبه هيطردها؟ هو ده السؤال. وتلاقي الحاله عملت حقن مجهري مره واثنين وثلاثه واربعه وكل مرة بتفشل. الله كل مرة بتفشل. طب ما حصلش ليه حمل من أول مرة؟ أكيد كان في خلل أول مرة وتاني مرة وتالت مرة فشل حقن المجهري. لا في خلل. مدام حنان اللي هي لسه كانت متصلة دلوقتي ما شاء الله ربنا كملها الحمل على خير، من أول مرة حصل نجاح للحقن المجهري. ليه؟
لان الخلالات الموجوده اتصلحت، ولما اتصلحت عملنا الحقن المجاري وربنا اذن وكرم وحصل بيه حمل ان شاء الله. طيب ايه التحاليل دي؟ هنقولها بعد ما ناخد اتصال مدام داليا. يا دكتور اهلا بيك مدام داليا. ايوه انا لسه بكلمك من شويه. تمام اتفضلي است الكل معاك. انا كان تبويضي بيوصل ل 21. تمام. وكل ما اروح لدكتور يقول لي في اول ما اتابع معاه يقول لي انت مش هيحصل حمله الا في حقن مجهري. طب ماشي معايا شويه، مشيت مع دكتور من اسكندريه، مشيت معاه سنه ونص عرف حالتي وكده وبرده ما حصلش حمل خالص. تمام. طب انا مشكلتي ايه دلوقتي؟ انا قلت لك يا مدام داليا تحاليل هرموناتك فيها خلل واضح، احنا عاوزين نتاكد منه، فلازم نعيده في معمل كويس عندكم في اسكندريه، وانتوا عندكم معامل كتيره كويسه في اسكندريه. نفس التحاليل اللي انت قلتيها لي دي هتعيديها تاني، بس هتعيديها تاني او تالت او رابع يوم بدايه نزول الدوره. والزوج هيعمل تحليل سائل منوي في مركز خصوبه او في مركز متخصص في تحليلات السائل المنوي، وانتوا برضه عندكم في اسكندريه معامل كويسه جدا 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 في تحليلات السائل المنوي، تعمليها وان شاء الله تتصلي بينا وترد عليا بالنتيجه اخبارها ايه. معانا الاتصال استاذ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور. طب احنا متجوزين لنا 3 سنين. و الحمد لله التحاليل بتاعتي كلها كويسه. تمام. العدد كبير الحمد لله، يعني فوق 100 مليون والحركه فوق 65% وكده، يعني والان بي برضو عالي وكده. اما بالنسبه للزوجه ده عملت 4 تحاليل يعني. حضرتك بس لكن عايز اتكلم بالنسبه للزوج، احنا لفينا على دكاتره كتير. الو. مع حضرتك استاذ علي اتفضل. لفينا على دكاتره كتير، فكل واحد يقول لنا الزوجه كويسه. تمام التمام. عملنا تحاليل تحاليل هرمونات حضرتك. قالوا لنا ان التي اس اتش 1.3 حضرتك. والبرولاكتين 7.8. والتي اس اتش 4.1. والان اتش 4.10. اربعة بس. ده مين ده الاربعة بس؟ ايه؟ هو مين الاربعة بس؟ اخر واحد ده اسمه ايه معلش؟ مين؟ ال ال اتش. ام اتش؟ ال ال اتش. تمام. ال ال اتش تمام. تمام. اربعة حضرتك. تمام. فقالوا لنا ان الاربعة والاربعة دول في الاف اس اتش والال اتش متساويين. فهنا في تكيس. في تكيس في المبيض. فالتكيس ده علاجه انه ياخد سيدوفاج وكده. الو. مع حضرتك. فقالوا ان التكيس ده علاجه انك تاخد سيدوفاج وتخس زوجه وكده. تمام. فاحنا مش عارفين نعمل ايه؟ مش عارفين نعمل تحليل سائل منوي بعد الجماع. وكل واكثر من دكتور استشاري في القاهره قالوا لنا انت ما فيكيش حاجه، التبويض سليم. كله يعني كله سليم، حتى لما عملنا تنشيط كان طلع 3 بويضات الحجم بتاعها فوق 19، يعني 19 وحاجه. تمام. فمش عارفين نعمل ايه احنا دلوقتي يا دكتور؟ نبتدي بالحقن المجهري ولا نعمل تحليل ما بعد الجماع ولا نعمل منظار؟ تمام. الزوجه عندها كم الزوجه عندها كم سنه يا استاذ عادل؟ 24 حضرتك. 24؟ متجوزين بقالكم قد ايه؟ 3 سنين. 3 سنين. حاضر ارد على حضرتك يا استاذ علي. على اعتبار ان فعلا زوجة مدام علي كويسه جدا جدا، وعلى اعتبار ان انتم متجوزين بقالكم 3 سنين وما حصلش حمل، هرموناتها كويسه. بقول تاني هرموناتها كويسه، هرمونات زوجة مدام علي كويسه. الكلام اللي هو بيتقال ان هو المفروض هرمون ال اتش ده يكون نص الاف اس اتش او هرمون ال اتش زي الاف اس اتش يبقى ده فيه تكيس، ده غلط تماما. حاجه في الطب الصح هو اللي احنا بنقوله النهارده، الصح اللي بنقوله في برنامج فرحه عمرنا. لما يكون ال اتش اعلى من الاف اس اتش هو ده الخلل. اقول تاني، لما يكون ال اتش اعلى من الاف اس اتش هو ده الخلل، يعني لو واحد يعني الاف اس اتش 5 والال اتش 6 تمام؟ هو ده الخلل، لكن قد بعض او الاف اس اتش هو الاعلى حتى لو حاجه بسيطه مفيش تكيس. وبنتاكد اكتر بالتاريخ المرضي ان احنا لما نسال الزوجه ما عندهاش اي اختلال في الدوره، الدوره بتيجي منتظمه، ونتاكد اكتر لما نيجي نعمل الصدار بنشوف شكل طبيعي تماما للمبايض. فالتحاليل دي بتقول ان زوجه حضرتك كويسه ما عندهاش تكيس خالص يا استاذ علي. وده يؤكد ان دكاتره الشرايين اللي شافوها في القاهره قالوا ان ما عندهاش حاجه. طيب الوضع ايه؟ عاوزك تنسى خالص موضوع تماما، تنساه موضوع اختبار ما بعد الجماع. ما بنعملش اختبار ما بعد الجماع. المكان اللي بيعمل دلوقتي اختبار ما بعد الجماع ده مكان لا نثق فيه، لاني
مش مطلع على الجديد في العلم. جديد في العلم بيقول ايه؟ بيقول ان ما فيش حاجة دلوقتي اسمها اختبار ما بعد الجمعة. الطب القائم على الدليل بيقول ايه؟ ما فيش حاجة اسمها اختبار ما بعد الجمعة. امال بنستعوض عنه بحاجة احسن منه اسمها ايه؟ تحليل السائل المنوي في مركز خصوبة متخصص. نلجأ لايه؟ هو ده السؤال. احنا قدامنا طريقين، طريق طويل شوية نسبة نجاحه اقل تكلفته اقل، طريق اسرع نسبة نجاحه اعلى لكن تكلفته اعلى. عليك الاختيار. ايه هما الطريقين؟ الطريق الاطول شوية تكلفته اقل لك نسبة نجاحه عالية، طريق المنظار ثم المنشطات فيما بعد المنظار. والعلم حضرتك لو عملنا منظار وقعدنا 6 شهور بعد المنظار وما حصلش حمل، يبقى ساعتها حضرتك مضطر انك تخش كده كده في طريق وسائل الاغتصاب المساعد كالحقن المجهري. يعني الحقن المجهري هي الخطوة الاخرانية اللي قد نصل اليها وقد لا نصل. عندنا طريق المنظار ومنشطات، ولو لقد الله ما حصلش حمل يبقى نعمل الحقن المجهري. وفي ناس تقول لا خلاص على طول احنا نخش على الحقن المجهري. خلينا في الحالة تكلفتها اكتر لكن الحمد لله ربنا ميسرها نقدر نعملها وناخد التجربة وربنا يكرمنا فيها، ادينا بناخد بالاسباب. فعشان كده انا قلت لحضرتك قدامك ده وقدامك ده، استخير ربنا وشوف ظروف حضرتك ايه والايسر توكل على الله واعمله. معنا اتصال. مدام مروة. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدام مروة. الدكتور انا متجوزة من 5 سنين والحمد لله حصل حمل ونزل في الشهر السادس. نزل وبعدين حصل حمل في يوسف. نزل في الشهر كام؟ عنده 4 سنين. نزل في الشهر، نزل في الشهر كام؟ في اول السادس، اول اسبوع في السادس. في اول اسبوع في السادس، تمام. وبعدين ربنا كرمني بعدها بشهرين بيوسف، بس كان ولادة قيصرية ومن ساعتها ما حصلش حمل. وعملت تحاليل في الاول كانت مظبوطه، بعدين عدتها تاني لما اتاخر الحمل وعملت اشعه صبغه طلعت سليمه، وطلع الاف اس اتش 11.1 والال اتش 1.1 والاي ام اتش 2 صحيح، يعني رقم 2 صحيح. تمام. فقال لي كده ان مخزون الميبيض قليل وفرصه الحمل ممكن تكون قليله بشكل طبيعي. مخزون الميبيض طلع 2 صحيح وقال لك مخزون الميبيض قليل؟ اه. 2 صحيح مش 2 من 10؟ لا 2 صحيح، 2 صحيح. تمام ماشي. وبعدين المهم احاول، يعني انا قال لي وكيني ان انا الحقن المجهري، بس انا ما عنديش قدره خالص ماديه للحقن المجهري. تمام. فعملت التحاليل دي وقال لي طب ناخد خطوه ان احنا نعمل منظار بطن، بس الاشعه بالصبغه كانت سليمه تماما، انا عملتها بالظبط من 7 شهور، ما كانش فيها اي عيب ولا اي مشكله. فانا دلوقتي انا مش عارفه اتوجه او امشي بأي خطوه، لان انا ما عنديش امكانيه حقن مجهري ومش عارفه اخد خطوات ايه، اعمل او الاقوني من المنظار البطني اللي ممكن يقلل من مخزون الميبيض. فانا مش عارفه حضرتك ايه الخطوات اللي اقدر اتبعها دلوقتي. انا دلوقتي والده يوسف عنده 4 سنين، بقاله 4 سنين. قيصريه ولا طبيعي يا مدام مروه؟ لا كان قيصريه. تمام. فانا دلوقتي هي ممكن تكون مشكله في جوده البويضه، فانا ممكن اخد ادويه تحسنها ولا ايه بالظبط يا دكتور؟ فانا عايزه حضرتك تقول لي اعمل ايه بالظبط، يعني بعيد عن الحقن المجهري لان مش بامكانياتي. انت عندك كام سنه؟ انا عندي دلوقتي 30 سنه. 30 سنه. ارد عليك يا مدام مروه. هم معلش يا دكتور، هو ال 11 ده من بدايه سن الياس اللي هم سواء، يعني صدمني الصراحه، قال لي 11 ده عالي قوي وبدايه الخطوره وكده، فكان الكلام محبط قوي الصراحه. الدوره اخبارها ايه؟ لا الحمد لله منتظمه كل 28 يوم، بس معلش يا دكتور في حاجه ثانيه، انا المفروض الدوره بتقعد 4 ايام وتخلص، بس بيفضل ينزل عليا نقط دم كده لحد يوم ال 11، يعني نقط دم كده لحد يوم ال 11 دم لونه بني. تمام. فانا مش عارفه برضو ده سببه ايه، وكشفت لسه ما فيش قرحه ولا في التهابات ولا في اي حاجه الحمد لله. تمام. انت عملت التحليل ده، عملت التحليل بتاع الاف اس اتش 11 ده عملتيه من امتى؟ عملته الشهر اللي فات ده على طول. تمام. والال اتش كان 1.1 وتحليل الزوج 54 مليون. تمام. ونسبه التسوهات كانت 20%. طيب الاف اس اتش ده كنت عاملاه قبل كده قريب؟ كنت عاملاه من سنه كان 7. تمام. هرد عليه يعني من سنه بالظبط كان 7، دلوقتي انا عملته طلع 11.1. تمام يا دمر، هرد عليكي. حاضر. ربنا يكرمك يا رب وجزاك الله خير. لا تحت امرك يا دمر. بص يا جماعه، بص يا مدام مروه، دلوقتي ست الكل انت عامله تحليل اف اس اتش طالع مره 11، مره 11 من شهر، مره 11، لكن رغم كده عندك 30 سنه، رغم كده دورتك منتظمه، رغم كده تحليل مخزون المبيض عندك طالع 2 صحيح، وانت قلتيها 2 صحيح. 2 صحيح دي معناها ان مخزون المبيض فائق الروعه، معناها ان مخزون المبيض في قمه الازدهار،
لان احنا بنقول ان مخزون المبيض ضعيف لما يكون اقل من واحد صحيح، 9 من 10 8 من 10 7 من 10 6 من 10 ارقام ديت. اللي اقل من واحد صحيح ده مخزون المبيض قليل، لكن الاكتر من واحد صحيح ده مخزون المبيض رائع. فبناء على تحليل وحي يتعمل في معمل، والله اعلم شكل المعمل ده ولا مستواه كان عامل ايه، يطلع الاف اس اتش 11 خلاص، يبقى نهدم كل حاجه ونقول لا ده بدايه سن ياس، هذا هراء. وللاسف دي محاوله لدفعك دفعا نحو اجراء الحقن المجاري اللي انت مش في استطاعته. لو احنا هنمشي زي ما الكلام الكتاب بيقول، انت محتاجه دلوقتي تعملي خطوه المنظار. انت عامله اشعه بالصبغه وطالعه كويسه، وعدى على الاشعه بالصبغه اكتر من 8 شهور، وعامله عمليه فتح بطن قبل كده اللي هي قيصريه ولاده يوسف، انت محتاجه تعملي المنظار. انت التبويض عندك كويس جدا يا مدام مروه، انت التبويض عندك رائع، وللاسف للاسف للاسف اللي رحت لهم دول عاوزين يستغلوا اي حاجه اي حاجه عشان خاطر يكسبوا من وراكي اكتر. انت محتاجه تعملي المنظار، ان شاء الله لما تعمليه ربنا يجعله سبب ان يحصل عن طريقه حمل. معانا اتصال. طيب الاتصال اتقطع، يا ريت يعاود الاتصال بينا تاني. طيب الرساله اللي كانت بتقول عمل تحقن مجهري وفشل، ايه الاحتياطات؟ قلنا واحد تحليل هرمونات، نمره 2 تحليلات المناعه والاجسام المضاده، وتحليلات نمرة 3 بقى الإجهاض المتكرر. ده بقى مش عشان خاطر إن الحمل إن الحقن المجهري فشل، لا ده إحنا مش عاوزين إن الحمل يحصل بالحقن المجهري وبعدين يحصل سقط. هو ده وارد؟ آه وارد، بس مش عاوزين ده يحصل. طب إحنا هنقلله؟ هنقلله. آه بس إزاي؟ هنقول بعد ما ناخد اتصال مدام حنان. إزي حضرتك يا دكتور؟ حنان إزيك يا حنان؟ أهلا بيكي، رجعت لنا تاني حنان. ايوه ازاي وائل؟ وائل سافر ولا ما وائل سافر ولا لسه قاعد؟ لا والله يا دكتور لسه قاعد شويه. لا والله لسه أنا قاعد، انا بس حابه اشكر حضرتك دلوقتي على الهوا. الله يخليك حضرتك حنان. كان لك الفضل ان يحصل حمل بعد ربنا يا حنان، الله يخليك. اه بعد ربنا الحمد لله يعني. بس والله يا دكتور النهارده بقى حصل حاجه كده قلقاني طول النهار، في افرازات بني، في افرازات بني طول النهار. يا كتير قوي يا حنان الموضوع في افرازات بني. حتى اتصلت بالمركز النهارده فقالوا لي تاخدي 3 حقن اللي هم برونتوجيست. تمام. 3 ايام. تمام. بس اعراض البريود كلها عندي وحاسه بقلق بقى قلقانه والله يا دكتور. تمام يا حنان. مش هي اخر مره انا شفناكي من 10 ايام تقريبا يا حنان مش كده؟ او اسبوعين. 16. من اسبوعين صح؟ كان يوم 16 في الشهر. كان يوم 16 اه من 10 ايام، وشفنا ما شاء الله كيسين حمل كويسين وكل واحد فيه نبض كويس. والتالت بقى كان فاضي. التالت كان فاضي، بصي بقى التالت اللي كان فاضي ده هو ده سبب في الافرازات البني اللي بتنزل دلوقتي، فاهماني ازاي؟ والله يا دكتور. اه والله زي ما بقول لك كده يا حنان. اصل انا والله عايز اعمل سونار دلوقتي باي طريقه. لا يا حنان مش محتاجين خالص، انت تريحي في البيت كده وتهدي نفسك خالص وتكملي على العلاج بتاعك عادي خالص، وزي ما اقول لك في المركز كده النهارده عندنا تاخدي 3 حقن برونتوجيست، هتاخديهم النهارده وبكره وبعده، وميعادنا عادي ان شاء الله يوم 16/12. عشان لا معاد يوم 7 او يوم 7/12 يعني 7/12 ده بنتكلم في اسبوعين او 3 اسابيع بالكتير. يوم 7/12 ما بنحب نشوفك كتير يا دكتور. تنوري تنوري يا حنان تنوري، لكن ما تلاقيش عادي خالص يا حنان، عادي خالص يعني. خالص يعني لا ان شاء الله تقلق. لو جيت يوم 7 مش هتفاجئ بحاجه وحشه يعني؟ لا ان شاء الله يا رب باذن الله مش هتفاجئ بحاجه وحشه، العيال كويسين جدا ما شاء الله، ربنا يكمل لك على خير باذن الله. ربنا يخليك. شرفت شرفت يا حنان، سلمينا على وائل كتير وما تزهقوش يا حنان. يلا ربنا يكمل لك على خير يا حنان. طيب كنا بنتكلم برضو في الرساله الجميله اللي بتقول ان انا عملت حقن مجهري وعاوزه وما حصلش نصيب، وعاوزه ابدا المحاوله الثانيه انها يعني ما نلجاش او ما يحصلش نفس النتيجه. فكنا بنتكلم عن تحليل الاجهاض. دلوقتي يا جماعه الموضوع الحقن المجهري دلوقتي لما يحصل حمل، ده حمل زيه زي اي حمل، بمعنى معرض لمشاكل الحمل، معرض لمضاعفات الحمل. من مضاعفات الحمل دي السقط، من مضاعفات الحمل دي الحمل خارج الرحم، معرض لكل مضاعفات الحمل. والسقط ده بيحصل زي ما بيحصل في النسبة الطبيعية للحمل العادي، الحمل العادي السقط بيحصل 20%، يعني 20% يعني 2 من كل 10 حالات بيحملوا 2 منهم بيسقطوا.
وخصوصا في المرحلة الأولانية. لكن بمجرد ما بنشوف النبض يبقى احنا قطعنا نص الطريق ناحية ان شاء الله بإذن الله الحمل هيكمل على خير. اود المعلومة دي، بمجرد ما بنشوف النبض يبقى احنا قطعنا نص الطريق ان الحمل بإذن الله هيكمل على خير. 50% من الحالات ان احنا بنشوف النبض يبقى بإذن الله النبض هيكمل على خير. ولما نخش في الشهر الثالث والنبض يستمر يبقى النسبة بتعلى بنوصل نسبة 90% ان الحمل هيكمل على خير. فعشان كده احنا بنقول ان قبل ما بنعمل الحقن المجهري وقبل ما ربنا يجعله سبب ان يحصل حمل، احنا لازم نعمل تحليلات الاجهاض، عشان لو كان في سبب للاجهاض لازم نعالجه. احنا مش هنفرح ان يحصل حمل عن طريق الحقن المجهري وينزل، لا مش هنفرح، احنا عاوزين الحقن المجهري يكمل وينتج عنه بيبي وينزل كده ويبقى هو ده فرحة عمرنا فعلا. فعشان كده تحليلات الاجهاض المتكررة احنا بنعملها قبل الحقن المجهري عشان نتحاشى ان الاجهاض يحصل. لكن رغم كده ممكن بعد ما بنعمل التحاليل ممكن جدا الاجهاض يحصل. ما في حالات ما فيش ليها سبب، في حالات ما فيش ليها سبب، إرادة ربنا راحت فين يا جماعة؟ إرادة ربنا فوق كل شيء. فعشان كده احنا بنقول تحليلات المناعة، تحليلات الهرمونات، تحليلات الاجهاض المتكررة تعمل قبل الحقن المجهري. المنظار الرحمي، المنظار الرحمي ده ضروري، ده أساسي دلوقتي، بقى خطوة روتينية من ضمن خطوات الحقن المجهري. قبل ما نخش عشان نعمل الحقن المجهري لازم ندرس التربة اللي احنا نزرع فيها الأجنة، لازم نشوف الرحم هل في زوايد لحمية أو التصاقات داخل الرحم تمنع أن الأجنة تثبت ولا لا. واحد يرد عليه يقول لي طب ما احنا عملنا سونار وتأكدنا أن ما فيش، ولا السونار ينفع ولا السونار ربع الأبعاد ينفع، لأن في أحيانا زوايد لحمية صغيرة ما بتبانش بالسونار ربع الأبعاد، ما بتبانش بس إلا بالمنظار. والمنظار الرحمي هو أحسن طريقة لتشخيص وعلاج الزوايد اللحمية والالتصاقات اللي تمنع ان الاجنه تثبت في الرحم. واعيب تماما على اي حد بيعمل حقن مجهري، مش الشخص يعني، اقصد المركز اللي بيعمل حقن مجهري، من غير ما يعمل المنظار. عارفين يا جماعه خطوه المنظار دي خطوه مهمه، بعض المراكز ما بتلجأ لهاش عشان قال ايه توفر من نفقات الحقن المجهري. الله، طب ما نفقات كبيره، انت جاي على حاجه صغيره، جاي على حاجه صغيره قد تكون هي السبب في انجاح الحقن المجهري. فعشان كده المنظار الرحمي هو خطوة ضرورية وأساسية من ضروريات تحضيرات الحقن المجهري. يبقى مفيش حاجة اسمها أنا أروح لدكتور النهاردة ويقول لي أنت محتاجة حقن مجهري ويبتدي العلاج دلوقتي، مفيش حاجة اسمها كده. أقول تاني، مفيش حاجة اسمها أنا أروح لدكتور أمراض نساء النهاردة ويقول لي أنت عندك مشكلة ومحتاجة حقن مجهري ويلا نبتدي علاج الحقن المجهري من دلوقتي، يلا نبتدي الإبر من دلوقتي، مفيش حاجة اسمها كده. لازم يكون في تحضير، التحضير ده قد يستهلك شهر اتنين ثلاثة، قد يكون أكتر من كده، بس لازم يكون في تحضير جيد. إيه تحضيرات جيدة تانية هنقولها، بس أعتقد معنا آخر اتصال. سماح. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. سماح، علي صوتك الله يكرمك يا سماح. بقول لحضرتك يا كريم، أنا سنين متجوزين. إيه؟ خمس سنين متجوزين ما حصلش حمل. تمام. من ضمن التحضيرات الأساسية والمهمة هو الوزن. الوزن الكبير قوي ده، الوزن الكبير والكتير بيؤدي بنسبة محترمة إلى فشل الحقن المجهري. وعشان كده احنا بنطلب، مش عاوزين ان المدام تخس قوي في الوزن، لا، بس عاوزين انها تكسر الوزن ده عشان نوصل لمعادلة معينة او نقرب منها، عشان حتى نحسن من نوعية البويضات. من ضمن تحضيرات الحقن المجهري تحليل السائل المنوي في مركز الخصوبة فعندنا، يعني قبل ما نعمل الحقن المجهري لا لازم نعمل تحليل عندنا. لازم العين اللي هي هتستخدم الحيوان المنوي عشان تحقن بيه البويضة ما يبقاش اول مرة ساعة الحقن المجهري. طبعا ما يبقاش كده، لان جايز نكون اول مرة نشوف الحيوان المنوي ساعة الحقن المجهري، لا نفاجأ بعيوب شنيعة في هذا التحليل، تشوهات عنيفة للأسف بتؤدي إلى تكوين أجنة ضعيفة ما بتثبتش في الرحم وأدي إلى فشل الحقن المجهري. تحضيرات أخرى وأخرى هنقولها إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. الأوقات الجميلة دايما بتخلص بسرعة، زي قبل ساعة من دلوقتي هنقابلكم في إحدى حلقات برنامجكم فرحة عمرنا، واللي ملحقش الحلقة دي من أولها يتابعنا في الإعادة يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة 2 الظهر في احدى حلقات برنامجكم فرحه عمرنا، فرحه كل اب وام وجد وجده، فرحه كل اب يشوف ابنه وام تحضن بنتها
فرحة كل جد وجدة شقاوة أحفادهم زي العسل على قلبه وقلبها. تعالوا كلنا نحقق حلمنا، لأنه بمشيئة الله، بمشيئة الله هنشوف فرحة عمرنا. آخر حاجة، آخر حاجة، تحياتي دكتور هشام الشاعر. دكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم.